أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على آله وصاحبه أجمعين وعلى رسول الله وعلى آله وصاحبه وسلم. أما بعد أخواني وأخواتي، سنتكلم في هذه الحلقة عن سحر التهيج السريع، سلب العقل للرجل والنساء خلال 3 أيام. شعور المرأة بنار في التهيج وعشق وغرام، ظهور صورة الشخص الساحر أمامها يدعوها بشدة، سلب إرادة المرأة المسحورة وإجبارها على المشي لمكان الساحر، المشي بدون إرادة ويقودها الشيطان ليطرحها بين يد جالب، عدم هدوء المرأة وراحتها إلا بالماء النار في هذا الجالب، عودتها إلى رشدها بعد العودة من عند الجالب وتشعر بأنها كانت بحلم، ويتم الجلب والتهيج خلال 3 أيام، سحر سفلي للتهيج الجميع، تهيج على شخص معين للتواصل والكشف، يرجى التواصل عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة أمامكم. فاصل ونتابع. السلام عليكم. تهيج على جميع النساء، تهيج على جميع الرجال، تهيج على الرجال والنساء، تهيج النساء للنساء، سحر وجلب وتهيج الرجال والنساء للتواصل ماسنجر، الرد مباشر اليوم 24 ساعة. فاصل ونتابع مع أنواع السحر وعلاج السحر. السحر المشموم وهو سحر عبر العطور أو عبر الزهور، أما السحر المدفون أعراضه وعلاجه وطريقته فكه، ونحسن بأقوى التحسينات للكشف والعلاج. أنواع السحر وجلب الحبيب وفتح النصيب والتهيج النساء على الرجال والتهييج الرجال على النساء والزواج السريع والعريس المطيع وموافقة الأهل على الزواج بإذن الله. يرجى التواصل معنا عبر الأرقام الظاهرة على أسفل الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.